أهلا بكم، حلقة جديدة من السلطة الرابعة وجولة جديدة في المواقع المختلفة، نبدأها بالعناوين. في وكالة الأناضول، واشنطن تتطلع إلى توحيد الجهود اليمنية لتجاوز التحديات الراهنة. وفي صحيفة إيلاف، اليمن والقادم المجهول. وفي يمن شباب، لجان نسائية حوثية لتفتيش الحواسيب والهواتف المحمولة بمنازل صنعاء. أهلا بكم. قال مركز صوفان الأمريكي للدراسات الأمنية إن مقتل الرئيس اليمني السابق على يد الحوثيين يزيد من تحركات الحرب الداخلية والتدخلات الإقليمية بالوكالة، إذ من المتوقع أن تزيد طهران من دعمها للحوثيين بمقابل زيادة الدعم الذي تقدمه السعودية للقوات الحكومية. وأشار المركز في تحليل نشره على موقعه الإلكتروني إلى أن الإمارات تفضل أحمد صالح وهو نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وأن السعودية تفضل حزب التجمع اليمني للإصلاح على نجل صالح. ويقول المركز الأمريكي بالنسبة للحوثيين كان صالح حليفا هاما، ولكنه كان ضعيفا في أحسن الأحوال، وبمجرد أن أعلن صالح عن الانقسام اندلع قتال شرس في الشوارع في العاصمة صنعاء بين عدد من أنصاره والحوثيين، وقتل الرئيس السابق مع عدد من المؤيدين في هجوم للحوثيين على مركز مقاومتهم في صنعاء. ويقول المركز لا توجد شخصيات سياسية يمنية مماثلة لصالح من حيث النفوذ، ويؤكد على وجود تقارير تشير إلى أن الإمارات تحاول أن تضع أحمد صالح خلفا لأبيه في حزب المؤتمر الشعبي العام. ومع ذلك يقول المركز فمن غير المؤكد كم من القوة أو التأثير يملكه نجل صالح حتى لو تلقى دعما إماراتيا وسعوديا واسع النطاق. تقول هيومن رايتس إنه بحسب التقارير الإعلامية فقد كانت نهاية صالح نهاية عنيفة لحكم عنيف، وهي الخيانة الأخيرة التي تلقاها خبير ضليع في الخيانة. يقول الموقع كأن مقتل رئيس اليمن السابق علي عبد الله صالح على يد من كانوا أعداءه ثم أصدقاءه ثم أعداءه من جديد هو سيناريو مأخوذ من كتاب مؤامرته. لم تكن النهاية عادلة، ليس فقط لأن صالح الذي يبلغ من العمر 75 عاما ربما أعدم بطريقة غير شرعية، إنما أيضا لأن مقتله حرم ضحاياه الكثر من فرصة رؤيته يواجه العدالة. لم يقضي صالح يوما واحدا وراء القضبان، أجبر على ترك الرئاسة في 2012 بموجب صفقة خروج آمن برعاية مجلس التعاون الخليجي وبدعم دولي كبير، منحته الصفقة هو ومساعديه حصانة شاملة من الملاحقة القضائية. سمحت الصفقة لصالح بالبقاء في اليمن، حيث أمضى سنواته الأخيرة يغرس بذور الفوضى. فقد قتلت قوات صالح مع قوات الحوثي وأصابت المدنيين في عمليات قصف عشوائي وبالألغام الأرضية، وتعرض الكثيرون للإخفاء القسري ومنع توزيع المساعدات الإنسانية في أحيان كثيرة بالمناطق الخاضعة لسيطرتها. يجب أن يؤذن مقتل صالح ببدء عهد جديد، حيث يبدأ مجلس الأمن، دول الخليج، الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، وهذه هي الأطراف التي رعت صفقة خروجه آنذاك. يجب أن يبدأوا بالتعاطي بشكل إيجابي مع اليمن، عليهم الضغط على أطراف النزاع كما يصفهم الموقع، لكي تتعاون بالكامل مع لجنة خبراء الأمم المتحدة الجديدة التي ستحقق في انتهاكات الأطراف كافة. وإذا كان أوان محاكمة صالح قد فات، فلم يفوت الأوان بعد على محاسبة الآخرين. في صحيفة إيلاف يكتب سالم الكتبي مقالا يقول فيه: رغم المأساة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق بسبب جرائم الحوثي وجماعته، ورغم أن جريمة قتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح قد تسببت في خسارة كبيرة لحزبه وقواته والموالين له،
فإننا يجب أن نعترف بأن الوضع الاستراتيجي الراهن لا يخلو من فرص ممكنة للمضي نحو المسار الذي دفع صالح حياته ثمنا له. ويقول الكاتب: لقد تأخر صالح كثيرا في الاعتراف بالخطأ وتمادى في تأبط ذراع الحوثي وعصابته، ولكنه فتح الباب أمام ضوء في نهاية النفق وتحمل ثمن الاعتراف بهذا الخطأ، كاشفا للعالم أجمع مستوى الغدر والوحشية التي تسكن جسد الحوثي وعصابته. خسر الحوثي خسارة فادحة بقتل الرئيس السابق، وبات من المستحيل لأحد الزعم بأن الحوثي يعمل لمصلحة الشعب اليمني أو يدافع عنه، كما كان يردد حلفاء إيران في المنطقة عبر الفضائيات العميلة ليل نهار. فأي دفاع عن اليمنيين تقوم به عصابة قتلت بدم بارد من حاول وقف سفك الدماء وفتح الباب أمام الحوار والتفاوض لإنهاء الصراع؟ ويتساءل الكاتب: هل هناك الآن من يستطيع الدفاع عن مشروع سياسي وطني للحوثي وعصابته؟ نعم، لديهم مشروع، ولكنه مشروع إيراني بامتياز، وهو مشروع كان يدركه الرئيس السابق صالح جيدا، ولكنه تباطأ كثيرا في الكشف عنه ومصارحة شعبه بذلك. فربما كانت هذه المصارحة كفيلا بمحو كل أخطائه وخطاياه في حق الشعب اليمني خلال توليه الحكم وبعد توليه الحكم لو كان قد بادر بها في بدايات الأزمة، ولكنه لم يفعل عنادا أو طمعا أو انتقاما أو رغبة في إثبات وضعيته السياسية كرقم صعب في المعادلة اليمنية. ويختتم الكاتب: حتما لن يجد الحوثي شريكا له في اليمن بعد جريمته المروعة بقتل شريك الخيانة، الخيانة التي استمرت 3 سنوات، ولن يجد من يصدق أنه يبحث عن مصالح الشعب اليمني. فرغم أن قتل صالح يحول بينه وبين الغطاء الشعبي الداعم لجرائمه، فإنه الآن بات في نظر اليمنيين مجرم وقاتل لا يمكن الوثوق به. في وكالة الأناضول، دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى توحيد الجهود في اليمن لتجاوز التحديات، بما ينعكس إيجابا لمصلحة المواطنين، وذلك عقب المعارك التي شهدتها العاصمة صنعاء والتي انتهت بمقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وبحسب الموقع، فقد بحث الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي مع السفير الأمريكي لدى بلاده ماثيو تولر، بحث معا تداعيات الأحداث التي شهدتها مؤخرا العاصمة صنعاء. وعبر تولر عن تعازيه في رحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مؤكدا أن واشنطن تجدد دعمها لهادي رئيسا وتتطلع إلى توحيد الجهود لتجاوز التحديات، بما ينعكس إيجابا لمصلحة المواطن اليمني حسب الوكالة. وبحسب الموقع، فقد تطرق الرئيس هادي خلال لقائه السفير إلى واقع اليمن وتطورات الأمور وتداعياتها على واقع بلاده حاضرا ومستقبلا، مؤكدا أنه لا مخرج للبلد إلا بتحقيق تطلعات أبنائه في الأمن والسلام والاستقرار المرتكز على مرجعياته الوطنية المتمثلة بمخرجات الحوار الوطني واستكمال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216. يقول الموقع بوست أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ قال إن ما تمارسه ميليشيا الحوثي اليوم ينافي كل الأعراف ولا يجب السكوت عنه، مضيفا: لا يعاني اليمن فقط من أزمة إنسانية، إنما يعاني أيضا من انتهاكات يومية بحق المواطنين المدنيين الأبرياء. وقال إن التقارير الواردة من صنعاء عن قمع لمظاهرة نسائية سلمية واعتقالات للصحفيين وأعضاء من حزب المؤتمر تتنافى مع القانون الدولي العام وشرعية حقوق الإنسان. وقال المبعوث الأممي: نذكر جماعة الحوثي بضرورة حماية المواطنين وممتلكاتهم في هذا الوقت العصيب، مشيرا إلى أنه على اتصال مع الناطق الرسمي للحوثيين للتعبير عن الاستياء الشديد لما يجري والتشديد على وقف العنف. أخيرا إلى موقع يمن شباب الذي يقول إن ميليشيا الحوثي شكلت لجانا نسائية
للنزول الميداني للأحياء السكنية في العاصمة صنعاء ومداهمة المنازل بغرض تفتيش الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية المختلفة. وقالت أم عدي ليمن شباب إن شقيقتها التي تسكن حي الأصبح جنوب العاصمة تفاجأت مؤخرا بقدوم نساء حوثيات لمنزلها، حيث طرقنا الباب وعندما سألت من أجبنا بأنهن من أنصار الله، جئنا للتأكد من وجود أجهزة إلكترونية كأجهزة الحاسوب وكاميرات التصوير وفحص محتوياتها. وتضيف أنهن طلبن أيضا الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل لتفتيشها للتأكد من وجود صور أو فيديوهات أو معلومات مرسلة دون أن يفصحن عن طبيعة الصور المطلوبة أو المعلومات. كما تجولنا في الغرف لمعرفة ما إذا كان هناك صور معلقة بالجدران لأشخاص مطلوبين بحسب ادعائهن، وهذه هي المعلومة الوحيدة التي أفصحنا عنها. ومع حملة القمع التي تطال أعضاء المؤتمر، يمكن أن يقتاد شخص ما إلى السجن إذا وجدوا على زجاج سيارته صورة لصالح أو وجدوها في هاتفه المحمول، وهذا ما حصل لنجيب الزكري في إحدى نقاط التفتيش، حيث تم إيقاف سيارته وتخييره بين إزالة صورة صالح منها أو اقتياده إلى السجن، فاختار الأولى. نهاية جولتنا لهذا اليوم، السلطة الرابعة، دمتم في أمان الله.